انظر لوجه المراوغ، وجه بدون رحمة، بارد، عينه قاسية مثل عين القرش. ما الذي يفعله أوزوالد ماكنولتي ولا يفعله بسيط النجم؟ واجبه؟ ربما يجب أن نسأل ما الذي لا يفعله أوزوالد ماكنولتي وتفعله أنت؟ ضرائبه؟ مخطئان أو ربما محقان، فأنا لا أعرف الكثير عن حياته. الأمر هو أنه لا يتذوق يا فتى، هذا هو السبب في أن أوزوالد يتفوق. تلك الثواني الإضافية التي تضيع في التذوق تبطئك كثيرا. من الآن ضع الطعام في فمك وابتلعه فورا. ليس علي أن أتذوق. يبدو هذا خاطئا. أبعد الماء الفاسد يا فتى، سنحتاج لمئة شطيرة. حسنا سأهتم بهذا. سنعلم نجم البحر هذا طريقة للأكل بدون تذوق. لقد بدأ! إنه بطلنا! إنه حالم جداً! تعالوا تعالوا! هذا الأحد الأحد الأحد! إنها مسابقة الطعام في يوم التأسيس! شاهدوا بطلكم بصير يتحدث كما المراوغ من المدينة البعيدة أوزوالد ماكنولتي! وشاهدوا من سيفوز بالحزام الثمين! يا فتى، هل يمكن أن أسألك ابني سؤالاً؟ هل أنت بالفعل الرجل الشجاع الذي سوف يعيد الحزام إلى قاع الهامور؟ كلمات ملهمة. لقد جرحت قدمي في الفناء الخلفي. هذا مدهش، ابتعد. أحضروا أصدقائكم.